مساء الخير يا اجمل عيله في الدنيا، وحشتوني قوي 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 وتلاتة قوي اهوت. يعني لو في وقت اكتر من كده هقول اكتر من كده، بس عشان ما اطولش عليكم 3 ثواني بس ارحب بالجديد يعرفنا بنفسه يعني عشان ارحب بيه ونبتدي على طول. كل الابراج رجل او امراه، ايه معنى الفراق عندهم؟ معنى الفراق عند برج اللي هو برج الحمل الناري اللي الانثى بتاعته لقبها المفضل الفارسه العنيده، انت مادام خرجتني من حياتك انا كمان هخرجك من حياتي. وبرج الحمل ممكن يحزن ويتألم، بس كل ده بينه وبين نفسه. صعب هذا البرج انه يتذلل او يبدي الندم او حتى يقدم المحايلات عشان انه هو يستميلك مرة اخرى. اما معنى الفراق عند برج الثور الترابي رجل او امرأة، لازم اخليك راجع ندمان ليا، لازم اخليك ترجع ندمان ليا، لازم هحاول ان انا اعمل كده بشكل غير مباشر في اغلب الاحيان. مش هوضح، مش هتكلم عنك، مش هقول ان انا عايزك ترجع لي، ولكن افعالي ممكن ان هي تدل على كده. ممكن يكون في نوع من انواع ان انت تندم، وساعتها ممكن ان انا اللي ارفضك، ممكن ان انا اللي افرقك، ممكن ان انا اللي اوجعك، ولكن لحد ما انت تندم واحس بالندم في عينيك هيبقى في حاجة جوايا. قبل ما نكمل ونخش على برج الجوزاء كالعادة، يعني يا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة، انا شايفها مفيدة، لو انتوا شايفينها مفيدة دوسوا لايك، العكس ديسلايك، وقولوا لي السبب. الجوزاء مبدأه يعني انت نسيتني يبقى لازم تتنسي، نسيتني لازم تتنسي، هجيب استيكة كده وامسحك من حياتي. الجوزاء السرطان ايا كان اسباب الفراق لازم تسيب بصمة في قلبه، سواء سودة او بيضة، ولكن في علامة هتفضل في قلب البرج ده رجل حتى وان كان امرأة. اما برج الاسد فبالنسبة له ايا كان اسباب الفراق، بالنسبة له انت اتبطرت عن النعمة اللي كانت بين ايديك وتستاهل اللي يحصل لك بعد كده. هو برج الاسد بالنسبة لك نعمة، شايف نفسه كده ايا كان اسباب الفراق. اما برج العذراء فدايما معنى الفراق عنده تجربة وعدت لازم نتعلم منها. برج العذراء تاني الفراق عنده تجربة وعدت ولازم ان احنا نتعامل او نتعلم منها. برج الميزان الهوائي رجل او امرأة، هنكمل حياتنا. يعني معنى الفراق عنده ايه؟ هنكمل حياتنا، يمكن نرجع تاني لبعض، او يمكن نلاقي اللي افضل واحسن منك. معنى الفراق عند برج الميزان هنكمل حياتنا، مش هنندم كتير، مش هنكسر حياتنا، مش هنوقف طموحاتنا واحلامنا، مش هننعزل ابدا عن الناس، هنكمل في طريقنا، ولا ربما القدر والظروف تعيد المية لمجاريها او تجيب في سكتنا اللي هو افضل منه. برج العقرب الفراق بالنسبة له ايا كانت الاسباب هو خيانة، كان في بيني وبينك عهد انت ما صمتوش، يبقى انت خاين. ده بالنسبة لبرج العقرب، وساعتها انت لا تستحق ابدا البكاء. اما برج القوس فما اقدرش ان انا اخليك تفضل معايا بالعافية، ما اقدرش ان انا اقعدك معايا بالعافية، ما اقدرش ان انا اجبرك، وكمان ما عنديش انا خلق ان انا اتحايل عليك كل شوية او اجري وراك واقول لك والنبي ما تسيبنيش او اقول لك ان الفراق هيموتني. انا مش كده، وبرج القوس مش كده. الحياة مش هتقف عليك صدقني، هتمشي سواء بوجودك سواء بغيابك سواء بفراقك. برج القوس دماغه حلوة قوي في الموضوع بتاع النهاردة. برج الجد يعني لازم اثبت لك ان انا بقيت افضل بعد الفراق، لازم مهما كان جوايا من احاسيس وندم وحزن لازم اثبت لك ان وجودك في حياتي او خروجك او ابتعادك عني ان زادني مش هيزيدني غير تميز وتفوق. انا بضحك، انا مبسوط، انا عايش حياتي، انا مش باين عليا، انا بنجح وبتميز، ايه رأيك؟ عادي. الجدي برج الجدي رجل او امرأة تلقاها قوي يعني راسخة وباينة
واضحة في شخصيته خاصة بعد الفراق. أما برج الدلو دي طبيعة الحياة يا إكسلانس الرايق، برج الدلو رجل أو امرأة، طبيعة الحياة، ومفيش مشكلة إن احنا نكون أصدقاء ونطمن على بعض حتى لو أنت ارتبطت بغيري، هي الحياة كده. أنا هعمل إيه؟ الحياة كده وطبيعتها إن احنا نرتبط ونفترق ونرجع لبعض ونرتبط بغيرنا ونفترق، دي طبيعة الحياة، أو ممكن متعة الحياة أو نهج ودستور الحياة. برج الدلو من أكثر الأبراج بذكر الحديث اللي فاهم الدنيا صح. ليه؟ لأنه دايما بينظر للحياة نظرة مجردة من العاطفة الحالمة أو العاطفة اللي ممكن تأثر عليه وتخليه يشوف صورة أفلاطونية غير واقعية. ما تلاقيش الكلام ده موجود في فلسفة رجل أو امرأة برج الدلو، لذلك هو من أكثر الأبراج اللي تاخد منه نصيحة حلوة قوي وتلاقي دماغه حلوة قوي وفاهمة الدنيا قوي. أما برج الحوت المائي، الفراق بالنسبة له لا يحمل غير معنى واحد: ذنب لا يغتفر. ذنب لا يغتفر أيا كانت الأسباب، هو ذنب لا يغتفر أو ذنب لا ينسى. احسبها زي ما تحسبها، برج الحوت كده رجل، وبالذات وبالأدق وبالأحرى لما تكون امرأة أو لما تكون أنثى. أنا شايف إن هي حلقة مفيدة أوي، أنا عملتها عشان خاطركم. يا ريت لو شايفينها زي ما أنا شايفها تدعموها بلايك، ولو العكس ديسلايك بس قولوا لي السبب، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم كمان من خلالها. قنواتنا التانية الانستجرام الفيسبوك اشتركوا فيهم يا ريت، ما نشغل صفحة واحدة على الفيسبوك محمد أبو زيد. كل الروابط دي في وصف الفيديو وأول تعليق، وإن شاء الله نلتقي.